وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ميناء أبو سمبل مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، ماذا عن أوضاع المصريين الوافدين من السودان إلى الأراضي المصرية؟ اليوم الجمعة وهنا من أبو سمبل، وعلى خلفية الصراع المسلح في السودان لا يزال يتوافد السودانيون عبر المعابر البرية بين مصر والسودان، وخصوصا من معبر قسطلة الحدودية الذي يبعد عنا مسافة قريبة. حين يعبر الوافد السوداني من قسطل ويركب المعدية النهرية التابعة لمجلس المدينة هنا، ينتقل من شرق بحيرة ناصر وفي رحلة نهرية تستغرق نحو الساعة، وحتى غرب بحيرة ناصر انتهاء به إلى هنا في مدينة أبو سمبل، وبذلك يكون قد دخل بالفعل إلى أراضي جمهورية مصر العربية. نستعرض سريعا بعض وأهم الأحداث الخاصة بالمعبر، تحديدا منذ بداية المشكلة في السودان، وقد توافد على مصر أكثر من 250 ألفا من النازحين من 25 جنسية، معظمهم من الجنسية السودانية. تم طبعا إجلاء جميع الرعايا المصريين من السودان بالكامل وعودتهم إلى أرض الوطن. الخدمات اللوجستية التي تقدمها الدولة المصرية لاحتواء الفارين والنازحين والوافدين من السودان الشقيق إلى جمهورية مصر العربية، سواء من سيقيمون فيها أو من سيعودون إلى بلدانهم من جنسيات أخرى، قدمت مصر خدمات، أهمها الخدمات الطبية والخدمات الخاصة بوزارة الخارجية بالتوازي. الخدمات الطبية كانت كالدفع بالسيارات الإسعاف والأطقم الطبية، توفير أطقم طبية على أعلى مستوى، وأيضا تم التنسيق مؤخرا بين محافظة أسوان وبين وزارة الصحة المصرية بشأن توفير لانش سريع، لانش طبي سريع، كأنه سيارة إسعاف ولكن لانش إسعاف سريعة. هذا اللانش يستطيع التعامل مع أربع حالات طبية في وقت واحد في حال وقوع أي حادث نهري لا قدر الله، والوصول به إلى المستشفيات المعنية لتقديم الخدمات الطبية حال وقوع مثل هذه الحوادث المحتملة. أيضا تمت زيادة عدد سيارات الإسعاف في الأسطول الطبي لمحافظة أسوان إلى نحو 107 من السيارات، وبذلك يعود النفع ليس فقط بخصوص هذه المشكلة ولكن على المواطن الأسواني بصفة عامة. نطاق عمل اللانش السريع الذي سيدخل الخدمة قريبا في بحيرة ناصر هو بحيرة ناصر بصفة عامة، يخدم في هذه المنطقة. طبعا نتحدث عن رفع عدد موظفي الجوازات والهجرة من قبل وزارة الخارجية المصرية ل يعني عمل سهولة تيسير الدخول، نعم، لاستخراج تيسير الدخول واستخراج التأشيرة الإلكترونية التي نشدد دائما وشددت عليها الدولة المصرية أن استخراج التأشيرة الإلكترونية لا يدخل المواطن إلى مصر إلا بعد استخراجها، حتى يحفظ حق الدولة في معرفة من يتواجد على أرضها بشكل رسمي، وحتى يحفظ حق المواطن الذي يلجأ إلى مصر ويتوافد إلى مصر من وقوعه تحت طائلة التزوير أو النصب أو الاحتيال، وبالتالي طائلة القانون، ويكون وجوده غير شرعي في البلاد. نعم. وطبعا أيضا على المعبر يوجد خدمات الصراف الآلي لتغيير العملات، وتوفر الدولة المصرية أيضا خدمة المكالمات الدولية للسودانيين، لأن بعض الأسر مثلا يحضر، نعم، الزوجة والأبناء والأب لم يحضر حتى الآن، ويعني للم شمل الأسرة المصرية. نعم، إذن هي جهود مستمرة للسلطات المصرية لتيسير الدخول في ظل أزمة سودانية من السودان الشقيق إلى الأراضي المصرية. أشكرك باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري من أمام ميناء أبو سمبل.